بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، كنا قد بدأنا في الخطبة السابقة في الكلام عن المواقف الإيمانية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الجهر بكلمة الحق، وقلنا ما أحوجنا في هذا الزمان وفي كل زمان إلى قوارين بالحق يجهرون بكلمة الحق أمام الجبابرة وأمام الظلمة، كما كان من هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم. وبينا أن سبب خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن صفة المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ومن صفة المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ما هي الدوافع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قد يكون الدافع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجاء الثواب من الله عز وجل، فما من شيء أعظم ثوابا من الدعوة إلى الله عز وجل، وما من وظيفة أشرف من وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين الذين اختصهم الله عز وجل بهذا الشرف العظيم. قال سفيان بن عيينة: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء الذين يعرفون الناس بربهم عز وجل، والذين يحببون الناس في الله عز وجل، والذين يدعون إلى طاعة الله عز وجل وترك معصية الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فإذا استعملك الله عز وجل في هداية الخلق فهذه وظيفة الرسل الذين هم أشرف الناس وأعلى الناس منزلة. وإن كنت مجهولا بجمع الحطام فاعلم أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة.
فكيف بمن كان مجهولا بالصد عن سبيل الله وبمعصية الله عز وجل وبتزيين الشهوات؟ فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. قيل كيف بك نصرا أن ترى عدوك يعمل بمعصية الله عز وجل؟ فأشرف الوظائف وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فخ ليس بفخيه، رب حامل فخ إلى من هو أفقه منه. قال سفيان بن عيينة: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مستجاب الدعوة، وممن يقبل الله عز وجل إذا لم يقبل من نبيه صلى الله عليه وسلم. قيل لأنه سعى في نضارة الشريعة فجزاه الله عز وجل بنضارة وجهه، وقيل بأنه نضر قلوب الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو من الروح ومن الحياة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالدعاة بدعوة الرسل هم الذين يحيون الناس بالشرع الله عز وجل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أي أن هداية رجل واحد على أيدي الداعية، وكم يهتدي على أيدي الدعاء في وقت الفضائيات والشبكة العنكبوتية التي تقال فيها الكلمة فتبلغ الآفاق. فإذا كانت كلمة حق وكلمة صدق وكلمة هداية، كم ينتفع بها العباد وكم يهتدي بها العباد. وهداية رجل واحد من هؤلاء خير للداعية من حمر النعم وجليل للحمراء، وهي أنفس الأموال عند العرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. من دعا شخصا إلى الصلاة أو الزكاة أو إلى الحج أو العمرة فإنه ينال مثل أجر من دعاه. فكيف يتكاسل الدعاء في الدعوة إلى الله عز وجل وقد ترتب عليها هذا الأجر العظيم وهذا الخير العميم؟ فالدافع إلى الدعوة والدافع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون لرجاء الثواب من الله عز وجل، وقد يكون خوف العقاب من الله عز وجل، لأنه قد ترك شيئا من أهم شعائر الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد يكون الدافع رحمة الخلق ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه مما يسخط الله عز وجل، فهم يتعرضون للمعصية لسخط الله عز وجل وعقاب الله عز وجل. وقد يكون الدافع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الغيرة لله عز وجل، إذا انتهكت حرماته غيرة لله عز وجل. وقد يكون لتعظيم الله عز وجل، وأنه يعلم بأن الله عز وجل أهل أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. قال بعض السلف: وددت أن هؤلاء الخلق أطاعوا الله عز وجل وأن جلدي قرب بالمقارب، وددت أن هؤلاء الخلق أطاعوا الله عز وجل وأن جلدي قرب بالمقارب. وقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه: وددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل
وددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل، فهذه دوافع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الصراط المستقيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فمن الناس من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متأولا لهذه الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومنهم من يأمر بغير علم وبغير فقه وبغير رفق وبغير صبر. فما هو الصراط المستقيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة كالصلاة والصيام والزكاة. ومن عبد الله عز وجل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فينبغي أن يتعلم العبد أولا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أنكر منكرا وترتب عليه منكر أكبر أو زالت مصلحة أعظم، عند ذلك يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن ترتب منكر أقل أو زالت مصلحة أقل فيجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وإن تساوى المنكر الذي أنكره والمنكر الذي يترتب فضر المفاسد أولى من جلب المصالح، كذلك لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وقيل يأمر أمرا عاما بالمعروف وينهى نهيا عاما عن المنكر. فينبغي أن يدرس العبد فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مر شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه بعض إخوانه على جماعة من التتار وهم يشربون الخمر، فأراد من مع شيخ الإسلام أن ينكر عليهم، فقال: دعهم، فإن الله عز وجل حرم الخمر لأنها تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه تشغلهم عن قتل النفوس، تشغلهم عن قتل النفوس وأخذ الأموال. وهذا شبيه بقصة سفيان الثوري، كما قال داود عن أبيه: مررت مع سفيان فمررنا على شرطي وهو نائم وقد حان وقت الصلاة، فأردت أن أوقظ الشرطي فقال لي: مه؟ قلت: ليصلي. قال: دعه، لا صلى الله عليه، ما استقر الناس وما استراح الناس حتى نام هذا، ما استراح الناس حتى نام هذا. فينبغي أن يعلم العبد فقه هذه العبادة قبل أن يقدم على هذه العبادة، فإن من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الأمر الثاني عباد الله هو الرفق. قال الله عز وجل مادحا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون قال عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فلا بد من الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما كان بعض السلف إذا رأى أحدا في منكر يقول: مهلا مهلا رحمكم الله. ورأى ابن مسعود رجلا يسير مع امرأة أجنبية فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما، إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. وقدم للحسن البصري طعاما في طبق فضة فقلبه على رغيف وأكل، فقيل: هذا نهى في صمت. فينبغي على العبد أن يتسلح بالرفق، فمن يحرم الرفق يحرم الخير كله. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف وبالرفق. الأمر الثالث عباد الله من الصراط المستقيم هو الصبر. هو الصبر كما قال عز وجل: يا أيها المدثر قل فأنذر وربك فكبر
وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهذه آيات الإرسال، هذه الآيات التي صار بها النبي صلى الله عليه وسلم رسولا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ختمها الله عز وجل بالأمر بالصبر، وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن بعد التواصي بالحق لا بد أن يكون هناك أذى، كما قال عز وجل حاكيا عن لقمان أنه قال لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. فينبغي على العبد الذي يقوم الدعوة إلى الله، ينبغي عليه أن يوطن نفسه على الصبر. وطريق الدعوة ليس طريقا معبدا وليس طريقا مفروشا بالورود، ولكنه كله آلام وكله مصائب وكله سجون ومعتقلات. فينبغي أن يوطن العبد نفسه على الصبر على دين الله عز وجل، وإذا اعترض عليه ينبغي أن يوطن نفسه على الصبر، كما قال شيخ الإسلام: يأمر بالرفق والخضوع، فإذا أسمعهما يكره لا يغضب، فيكون كمن يريد أن ينتصر لنفسه، أي لا يغضب لنفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه. فهذا هو الصراط المستقيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: العلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرفق مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنا قد بدأنا في ذكر بعض المواقف الإيمانية للسلف رضي الله عنهم، وكانوا قوالين بالحق لا تأخذهم في الله لومة لائم. لما قامت الدولة العباسية صاروا يتتبعون بني أمية يأخذون أموالهم ويسفكون دماءكم، فأرسل عبد الله بن علي وكان ملكا سفاكا، كان سفاكا للدماء، أرسل إلى الإمام الأوزاعي ومن كبار أتباع التابعين من طبقة مالك والسفيانين والليث بن سعد، فأرسل إليه عبد الله بن علي فقال له: هل ترى؟ وكانت الدولة العباسية يشيعون في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة للعباس لعمه العباس، فقال عبد الله بن علي للأوزاعي: ألا ترى أن الخلافة كانت وصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له الأوزاعي: لو كانت وصية لكم ما ترك علي أحدا يتقدمه. فقيل له: ما تقول في قتل أهل هذا البيت أي بني أمية؟ قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: فما تقول في أموالهم؟ قال: إن كانت لهم حراما فهي عليكم أحرم، وإن كانت لهم حلالا فهي عليكم حرام، أي إذا كانوا أخذوا هذه الأموال ظلما فهي محرمة عليكم أن تأخذوها أيضا ظلما، وإن كانوا أخذوها حراما فهي أحرم عليكم. فنظر إليه وأمره بالخروج قبل أن يسفك دمه. هكذا كان السلف قوالين بالحق لا تأخذهم في الله لومة لائم. ذهب ابن أبي أنعم الإفريقي، ذهب إلى أبي جعفر فمكث على بابه شهورا حتى أذن له بالدخول، فقال: ما الذي جاء بك يا ابن أبي أنعم؟ قال: رأيت عندنا جور الولاء فأتيت من أجل أن أشكو لك، فوجدت الجور يخرج من دارك. وفي بعض الروايات: فكلما اختلطت منك رأيت الظلم أكثر. فقال: من لي بالرجال؟ فقال: رحم الله عمر بن عبد العزيز، كان يقول: الوالي مثل السوق، يجلب إليها ما ينفق فيها، فإذا كان الوالي أو الحاكم
إذا كان من أهل الدين وأهل التقوى والورع يتصارع الناس في الدين وفي تقوى الله عز وجل وفي طلب العلم النافع والعمل الصالح، وإذا كان الولي طبالا ذمارا فالناس يتصارعون في ذلك. فقال رحم الله عمر بن عبد العزيز: كان يقول الولي مثل السوق يجلم إليها ما ينفق فيها. فهكذا كان العلماء يجهرون بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. سعيد بن المنذر لما بنى المختفي لأمر الله مدينته الزهراء وجعل فيها قبة فيها قراميط من ذهب ومن فضة، وقال للناس: هل رأيتم ملكا فعل ما فعلت أو صنع ما صنعت؟ فقال له: ليس أحد سبقك إلى ذلك وأنت الأوحد في ذلك. فأراد ابنه أن يوقع الوحشة، أن يزيل الوحشة بين سعيد بن المنذر والمختفي لأمر الله، وبلغ أباه ذلك فأمر بفرش الديباج، واستقبل سعيد بن المنذر فدخل عليه سعيد بن المنذر ودموعه تتحاضر على لحيته، حتى أجلسه المختفي لأمر الله إلى جواره فقال له ما قال لغيره، فقال: هل رأيت ملكا فعل كما فعلت وصنع كما صنعت؟ فأخذ يبكي، ثم قال له: والله ما ظننت أن الشيطان يأخذ بقيادك إلى هذه الدرجة حتى ينزلك منازل الكافرين. فانزعج لذلك وقال: كيف تقول؟ قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فأخذ المختفي بأمر الله أخذ يبكي ويقول: جزاك الله عن الدين خيرا، جزاك الله عن الإسلام خيرا. فهكذا كلمة الحق عباد الله قد يعود بها الحاكم الظالم، يعود إلى الحق ويبصر الحق. ولكن إذا كان العلماء يمالئون الحكام ويداهنون الحكام ويوارون سوءات الحكام ويبررون انحرافات الحكام، فمتى يفيق الحاكم؟ متى يفيق الحاكم؟ متى يحكم بأمر الله؟ متى يعمل بشرع الله عز وجل؟ متى يعز دين الله عز وجل؟ لما أراد الظاهر بيبرس قتال التتار أمر أن يأخذ بتوقيعات المشايخ، لأنه يجوز له أن يأخذ من أموال الرعية من أجل إعداد الجيش لمواجهة التتار. فكتب له جميع المشايخ وأبى الإمام الناوي أن يكتب معهم. فسأل قال: هل امتنع أحد عن كتابه؟ فقيل له الإمام النووي، فأمر بإحضاره. فأتي الإمام النووي فقال له: لماذا لم تكتب خطك مع المشايخ؟ قال: إني أعلم أنك كنت مملوكا عند الأمير بندقار ولم يكن عندك مال، وصيرك الله ملكا وصار عندك 100 مملوك و100 جارية وعندهم من خلائص الذهب، فإذا تركتهم بالملابس وأخذت الذهب كتبت لك أن تأخذ من أموال الرعية. فقال: اخرج من بلدي. فقال: السمع والطاعة. فذهب إلى نوى. وبعد فترة قالوا للظاهر بيبرس بأن هذا من كبار علمائنا ومن صلحائنا، فكتب برجوعه مرة ثانية إلى دمشق، ولكن الإمام النووي أبى أن يرجع، فقال: والله لا أرجع والظاهر فيها. فمات بعد شهر. هكذا العلماء عباد الله الربانيون يجهلون بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما.
لا حياة للأمة عباد الله ولا رفعة للأمة عباد الله إلا بكلمة الحق التي تزلزل عروش الأكاسرة والجبابرة. لا بد للعلماء العاملين من أن يجاروا بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. لما دخل التتار دمشق ذهب شيخ الإسلام وواجه قازان وهو ملكهم وقال له: أنت تزعم أنك مسلم وأتيت معك بإمام ومؤذن وشيخ وقاض، وأبوك وجدك هلاك كانا كافرين، ما فعل ما فعلت؟ أنت وعدت فأخلفت وعاهدت فغدرت. فأرادوا أن يقدموا له طعاما، فقال شيخ الإسلام: كيف أكل من طعام أغنام سلبتموها من أموال الناس وطبختموها بما قطعتم من أشجار الناس؟ وأبى أن يأكل شيئا، وكان قادان ينظر إليه مبرور بقوة إيمانه ورباطة جأشه، فطلب منه أن يدعو له. فقال شيخ الإسلام: اللهم إن كان هذا عبدك محمود قد أتى من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فأعزه وملكه البلاد ورقاب العباد، وإن كان قد أتى رياء وسمعة ومن أجل أن يذل الإسلام وأهله، اللهم دمره وزلزله. وقازان يؤمن على دعائه وهو يؤمن على دعائه. ولما كان في طريق عودته قال له كبير القضاة: كدت أن تهلكنا، والله لا نصحبك. فقال: وأنا ما أريد أن أصحبكم. وكان الأمراء يسمعون بشيخ الإسلام يذهبون إليه يتبركون بدعائه، فما وصل إلى دمشق إلا ومعه 300 فارس يحرسونه ويتبركون بدعائه. أما قاضي القضاء أو كبير القضاء فإن جماعة من التتار خرجوا إليهم فشلحوهم، أي أخذوا ما معهم من مال. هكذا كلمة الحق عباد الله يرتفع بها العبد عند الله عز وجل، وتحيا الأمة بكلمة الحق عباد الله تتزلزل بها عروش الظلمة. لما تولت الهزائم على الجيش المصري في زمن الخديوي إسماعيل قال الخديوي إسماعيل شريف باشا: ما تفعلون إذا تولت عليكم الهزائم؟ قال: نذهب إلى الأزهر ونطلب من شيخ الأزهر أن يختار لنا علماء أطهار الأنفاس يقرؤون صحيح البخاري عند قبة المسجد الأزهر، مسجد الأزهر. فذهب خديوي إسماعيل ومعه شريف باشا إلى الأزهر وطلبوا من الشيخ العروسي، وكان شيخ الأزهر في هذا الوقت، أن يجمع جماعة من العلماء يقرؤون صحيح البخاري. فاستمرت الهزائم على الجيش المصري، فذهب الخديوي إسماعيل ومعه شريف باشا، وقال الخديوي إسماعيل للشيوخ: إما أن الذي تقرؤونه ليس بصحيح البخاري، أو أنكم لستم من علماء السلف أطهار الأنفاس الذين يدفع الله عز وجل بهم الهزائم. فوجم الناس وسكت الشيوخ، ورد عليه شيخ في آخرهم فقال: منك يا إسماعيل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم ينكروا سلط الله عليهم شرارهم، وإذا دعا خيارهم لا يتقبل منهم لا يتقبل منهم. ثم انصرف الخديوي إسماعيل وشريف باشا وأخذوا يلومون هذا الشيخ على ما قال. ثم أتى شريف باشا يقول: أين الشيخ الذي رد على الخديوي بما قال؟ فأخذوا يودعونه، ودعا من لا يرجو لقاءه بعد ذلك. فضرب به إلى قصر الخديوي، فإذا بالخديوي جالس على الكرسي وعند كرسي للشيخ، وقال له: يا شيخ، أعد علي ما قلت لي بالأزهر. فأعاد عليه الحديث وذكره بالحديث، فقال له: أي منكر عندنا؟ قال: أليست المحاكم المختلطة تبيح الربا؟ أليس الزنا برخصة؟ أليس الزنا برخصة؟ أليس الخمر مباحا في بلادكم؟ فسكت الخديوي وقال: وما نفعل وقد خلطنا الأجانب وهذه مدنيتهم؟ فقال له الشيخ: إذن ما ذنب البخاري وما حيلة العلماء؟
ما ذنب البخاري وما حيلة العلماء؟ فقال له صدقت صدقت. ثم رجع رافعا رأسه عزيزا شامخا. هكذا كلمة الحق عباد الله، يرتفع بها العبد عند الله عز وجل، كما أن كلمة الباطل يهبط بها من قالها. الذي يريد أن يمالي الحكام على حساب دين الله عز وجل لا بد أن يذل في الدنيا قبل الآخرة. لما حضر رهين المحبسين أعمى القلب والبصيرة طه حسين واستقبله الخديوي في المطار، فأراد أحد الخطباء، وكان الخديوي يحضر خطبته وكان خطيبا مفوها، فقال في خطبته ما عبس وما تولى أن جاء الأعمى، كأنه يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول بأن الخديوي فعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة قام محمد شاكر القاضي والد أحمد شاكر رحم الله الجميع، فقال عيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر، عيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر. والخديم جالس والناس جالسون. قال فلقد رأيت هذا الخطيب الذي كان مفوها وكان الخديم لا يصلي إلا عنده، قال رأيته بعد ذلك على باب بعض مساجد القاهرة يتلقى الأحذية، صار خادما صار يتلقى الأحذية، فهذا مقامه وهذه منزلته، لأنه على حساب دينه، على حساب دينه يمالك، على حساب دينه يولي سوءات الحكام، وعلى حساب دينه يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. فينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يوطنوا أنفسهم على الجهل بكلمة الحق غير هاربين ولا وجلين، فإنه بذلك تحيا الدعوة وتحيا قلوب الناس، وترتفع الأمة من كبوتها وتعود إلى سالف عزتها وكرامتها. أما إذا كان العلماء علماء سوء، كيف تنهض الأمة عباد الله؟ كيف تنهض الأمة عباد الله وقد ضاعت فيها كلمة الحق وصلت الغلبة لأهل الباطل؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم إن أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمل بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين، وعليك بأوروبا الكافرة. اللهم رد كيدهم وبأسهم عن بلاد المسلمين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم حرر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، واعده إلى حوزة المسلمين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم طهر بلاد أفغانستان وباكستان والصومال وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم حرر هذه البلاد من أدناس الكفرة يا رب العالمين. اللهم احسن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا،
وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.